والآن ننتقل إلى جلسة المؤتمر الأولى وهي بعنوان العلوم التطبيقية. الآن بالمحاضرة الأولى التي سيعرضها علينا بروفيسور مراد غانم، وهو باحث في معهد فولجيت فولكاني. المحاضرة هي باللغة العربية وبعنوان الحشرات الضارة كعامل يهدد التأمين الغذائي العالمي، مخاطر وطرق مكافحة. تفضل بروفيسور مراد. محمد سجل الصوت. محمد سكر الصوت. إيه صباح الخير. إيه سامعيني؟ الصوت واضح. سامعين. الصوت واضح. تفضل. وال المحاضرة شايفينها؟ شايفين. واضح. فضل. صباح الخير للجميع. أول شيء بدي أشكر القائمين على المؤتمر و على الفرصة أني أشارك، وبدي أشكر البروفيسور أشرف على المحاضرة القيمة. مش عادل إنه هو يحكي عن طفولته عن كثير شغلات، لأنه كثير شغلات اللي حكى عنها وهو يحكي، وأنا بتذكر برضو شغلات عن فوتبول وكنا نطلع ونلعب ومارادونا. مارادونا برضو من أحسن لاعب مفضل عندي كان، فكثير شغلات من اللي حكاها طبعاً واحد بيسمعه بتذكر بيسمعه بتذكر. فمحاضرة كثير قيمة، وأنا طبعاً رايح أتواصل وأحب أخذ الكتاب وأقرأ. بس أنا طلبوا مني أحكي عن شغلة ثانية عن الحشرات. أنا موجود في معهد فولكاني، والمختبر تبعي بتخصص ب نشتغل على حشرات اللي ضارة بالزراعة. طبعاً كل معهد فولكاني هو بتخصص بأبحاث اللي بتتعلق بالزراعة. طبعاً كل المحاصيل اللي ممكن نتفكروا فيها من نباتات، من طبعاً برضو حيوانات، وكل الشغلات اللي بتتعلق بالزراعة وبالتزويد الغذاء للمجتمع المحلي وللعالم. طبعا انا موجود في معهد بيقولوا له معهد وقايه النبات او هكناته تسميه بلانت بروتكشن، والمعهد هذا موجود في داخل فولكاني، وفي كثير معاهد ثانيه اللي بتتخصص في مجالات ثانيه. والمعهد وقايه النبات بتخصص بكل اشياء اللي بتضر النباتات خلال الزراعه، منها طبعا الحشرات، منها اللي الفيروسات، البكتيريا، كل شغلات اللي بتأثر على طبعا صحة النباتات. فاليوم أنا بدي أحكي بشكل عام عن الحشرات. رايح أذكر هون وهناك شغلات اللي إحنا برضو نعملها بالمختبر، بس المحاضرة راح تكون أكثر بشكل عام وعن المشاكل اللي إحنا بنواجهها مع الحشرات، وكيف كيف شو الأشياء اللي بنسويها لنحل بعض من هاي المشاكل. وطبعا راح احكي اكثر بمستوى طبعا كيف الحشرات بتاثر على تزويد الغذاء للعالم كله، مش 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 بالاساس مشاكل اللي بتواجهنا هون في البلاد، لانه المهم اكثر هو زي ما بيقولوها استكلوت رحبا، يعني اكثر ل أول شيء بالنسبة للحشرات، بالحشرات في تنوع كثير كثير كبير، يعني تقريبا معروف اليوم حوالي 900 ألف نوع حشرة، وفي حتى في تقديرات بتقول أكثر بكثير، يعني في ضعف أو حوالي 1.5 مليون أو 2 مليون مين أو نوع أو سبيشيز. وبس للمقارنة الإنسان هو نوع واحد، يعني فكروا إنه الإنسان هو سبيشيز واحد هومو سابينس. الحشرات تقريبا 1 مليون أو أكثر أنواع، للمقارنة بتشوفوا كداش الحشرات هي متنوعة وكثيرة. 80% من الحشرات بتشكل 80% من الكائنات الحية الموجودة على الكرة الأرضية، وإلها كثير أهمية بكل مجالات حياتنا. طبعا شغلات اللي إحنا بنشوفها، كثير شغلات اللي إحنا بنشوفهاش، وإلها كثير أهمية بالتوازن الموجود بالطبيعة. طبعاً اللي إحنا دائماً بنتدخل فيه، والتوازن هذا بيكونش موجود في كثير
محلات اللي كسي من رايح احكي عنه. بالولايات المتحدة في تقريبا 90,000 نوع حشرات. الأنواع الأكثر انتشارا الخنافس، أكيد شغلات من هاي الحشرات أكيد بتشوفوها هون وهناك. طبعا الأسماء مش مهمة، أما الخنافس بجوز شفتوها، الذباب طبعا في البيت الكل بيشوفه، الدبابير، النحل، الفراش، شايفين أنه كل نوع وكل مجموعة من هاي المجموعات عبارة عن آلاف أو عشرات الآلاف من الأنواع. فلما بتشوفوا فراشي هي طبعا راح تكون نوع واحد من تقريبا فوق 10,000 نوع اللي موجودة في كل العالم. من أهم صفات الحشرات إنها بتتطور بسرعة، عادة اللايف سايكل أو التطور تبعها كثير سريع. يعني إذا إحنا منعيش 80 سنة اليوم بالمعدل، معدل تطور حشرة عادة بيكون بين 3-4 أسابيع شهر، فتطورها سريع جدا. عشان هيك التنوع تبعها كبير وتتأقلم كثير مع التغييرات في البيئة. هون بس أمثال حشرات اللي احنا نلقي فيها كثير، مغمدات الأجنحة اللي بيقولوا لها الخنافس، الذباب، الدبابير، الفراش طبعا. فبتشوفوا كيف التنوع بالحجم، باللون، بالشكل. طبعا هاي الحشرات بتتغذى بصور مختلفه على مش بس على النباتات، طبعا في حشرات اللي بتتغذى على شغلات يعني غير النباتات. الحشرات زي ما قلت بتشكل نسبه كبيره من الكائنات الحيه الموجوده. فاذا بنطلع على اليوكاريوتس او الحقيقيات النواه، الكائنات الحيه اللي عندها نواه، فتقريبا اكثر من 50% من الأنواع اللي موجودة هي حشرات. يعني شايفين أنه الفيرتيبريتس الفقاريات هي نسبة قليلة من المجمل الكائنات الحية اللي عندها نواة، ولأكثرها هي حشرات طبعا. أنا بحب أعطي بالأول أنه إحنا لما بنفكر حشرات بنفكر يخص وجوك وبدنا نقتله أول شغلة. فبس أنا بحب أعطي إنه قبل لا نحكي عن الأضرار، الحشرات كثير كثير مهمة بحياتنا. وأنا بحب أعطي هاي المثال لأهمية الحشرات في البحث العلمي. هون أنا بعطي مثال لذبابة الفاكهة أو الدروزوفيلا، بقولوا لها الدروزوفيلا. الدروزوفيلا برضو عبارة عن حشرة اللي بتنتمي للذباب. ودروزوفيلا من قبل 60 أو 70 سنة صارت من أهم الموديلات اللي كثير مختبرات بالعالم تشتغل عليها لبحث التطور. يعني التطور من الولادة، من مرحلة الجنين لحد الشيخوخة. وكثير اليوم مختبرات اللي موجودة حتى في مستشفيات وفي اللي بتشتغل على الوراثة وعلى الموليكولار جينيتكس وكل هاي الشغلات اللي بتستعمل الذبابة هاي كموديل يفهموا شغلات اللي بتصير في بالبني آدم عن طريق الذبابة. طبعا ليش الذبابة؟ لأنه زي ما قلت تطورها سريع وممكن نتعلم كثير شغلات بوقت قصير. وطبعا وما نستعملش البني آدم ما يكونش هو الموديل للبحث. طبعا الكثير زي ما قلت كثير اشتغلوا وكثير أخذوا نوبل، جوائز نوبل للشغل على ذبابة الفاكهة. هاي المثال بحب أعطيه لأنه أنا اشتغلت برضو في البوست دكتورات بالولايات المتحدة عليه، والتطور الجنيني لذبابة الفاكهة. طبعا التطور الجنيني بيصير خلال 24 ساعة بهاي الذبابة مقارنة في البني آدم اللي بيصير خلال 9 أشهر. فتصوروا كديش ممكن نتعلم شغلات عن التطور الجنيني بفترة كثير قصيرة. بما انه في تشابه كثير بالجينات اللي موجوده في الذبابه هاي، اكثر من 70% من الجينات اللي موجوده هنا موجوده عندنا، فكثير نقدر نتعلم شغلات اللي خلال فتره قصيره. طبعا اهميه ثانيه كثير مهمه والكثير بيعرفها الكثير كلنا بنعرفها، هي تلقيح النباتات. طبعا من اهم الحشرات الموجوده في الطبيعه هي نحل العسل. وللنحل أهمية كبيرة، اليوم بقدروا حوالي 30% من
تزويد الغذاء العالمي لكل العالم بتعلق بنحل العسل نفسه وقدرته على تلقيح النباتات من واحد للثاني. طبعا غير انه التنوع اللي بنشوفه في النباتات والالوان وكل هاي الشغلات هي بسبب قدرة الحشرات واهمها نحل العسل على تلقيح النباتات من واحد للثاني. فتلقيح النباتات يعد من اهم العمليات اللي بتصير بالطبيعة ومن اهم العمليات اللي بتأدي للتنوع اللي بنشوفه. طبعا وظائف ثانية كثير مهمة انا بذكر منها برضو وظائف بيئية كثير مهمة، مثلا مجموعة بيقولوا لها الجعليات أو الزبليوت بالعبري، طبعا لها كثير وظائف مهمة بالدورة الطبيعية. هاي مثلا المجموعة من الخنافس بتتغذى على كثير إفرازات حيوانات، وطبعا بتأدي لتحليلها ولاستمرار الدورة الطبيعية. طبعا بدونها ومن هاي المجموعة في آلاف الأنواع اللي بتتغذى على هاي الفضلات، فبسببها احنا طبعا الكرة الأرضية أنظف وما فيها مواد اللي ممكن تضل في الطبيعة زي هاي. طيب حكيت طبعا في كثير شغلات تانية مهمة، مثلا الحشرات تعد من أهم مصادر الغذاء للطيور في الطبيعة، فكثير كثير شغلات مهمة بالنسبة للحشرات. بس زي ما بنعرف الحشرات برضو ممكن تكون ضارة، وهي الصورة اللي شايفينها هون هو الجراد، سرب جراد اللي صوروه بكينيا مش من فترة طويلة، وبتسمعوا عن الجراد مرات. قبل كم سنة برضو كان أسراب جراد اللي وصلت لجنوب البلاد، حتى تقريبا وصلت للمركز. فأنا بحب أعطي مثال الجراد، رغم أنه الجراد اليوم مش مشكلة عالمية، هو مشكلة بعدة دول اللي تعتبر في الدول الفقيرة وغير متطورة، بس بيهدد دائما تأمين الغذاء في هاي الدول. الجراد بتطور بعدة صور زي ما شايفين هون، في صورة بيقولوا لها سوليتاري وصورة بيقولوا لها غريغوريوس، والصور هاي بتتعلق بالظروف اللي موجودة، يعني الظروف المناخ، درجة الحرارة، النباتات الموجودة، يعني إذا في مصدر غذاء ولا لا. وبمراحل معينة بيصير انفجار لهاي مجموعات الجراد، وزي ما شايفين هون الجراد فجأة بتصير مجتمعات كبيرة، أعداد كبيرة، وبتبدأ تنتقل من محل لمحل. وطبعا كل نبتة بتوصلها بتنغد عليها بتخلصها وبتنقل اللي بعدها. المشكلة إنه بالأغلب الدول اللي بيوصلها الجراد هي زي ما كل الدول نامية وغير متطورة، فالطريقة الوحيدة للتعامل معها هو رش المواد المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، حتى بطرق غير متقدمة، يعني مش استعمال طائرات زي ما اليوم ممكن يستعمله. فبشكل عام لما في أسراب جراد زي هاي في مشكلة بتزويد الغذاء بهاي الدول. أهم منطقة بالعالم اليوم اللي كثير بتعاني من مشكلة الجراد هي شرق أفريقيا، جنوب الجزيرة العربية، اليمن. اليمن من الدول اللي كثير مرات بتعاني من الجراد، ورغم كل الحرب اللي موجودة هناك برضو مشكلة الجراد موجودة. طبعا الجراد بنتقل برضو لكثير زي ما شايفين جنوب إيران، باكستان، الهند، كلها دول غير متقدمة، طرق التعامل فيش طرق كثير تعامل مع الجراد. زي ما شايفين هون السرب اللي وصلنا والأسراب اللي وصلت لنا قبل كم سنة وصلت من مصر ومن الجزيرة العربية، وصلت حتى لعنا. بتعلق طبعا بالظروف المناخية، بالرياح اللي موجودة وكيف بتنقلها من محل لمحل. فالجراد زي ما قلت لا يعتبر مشكلة عالمية، بس يعتبر مشكلة في كثير دول اللي بتعاني بشكل مزمن من تزويد الغذاء. طبعا الصور كثير حلو ان الواحد يشوف هاي الاسراب، بس مشكله انه لما الجراد بوصل النباتات بوكلها كليا، فالمحاصيل طبعا بفقدوها بشكل كلي. وزي ما كل احنا بنحكي عن تزويد الغذاء وكيف الحشرات ممكن تسبب مشكله بتسويد الغذاء، فهاي واحده من الامثله اللي
بحب أعطيها دائما. شو الأسباب اللي بتؤدي لانفجار يعني لأعداد كبيرة من الحشرات أو مرات انحسار؟ إحنا أنا بحكي دائما عن أعداد كبيرة بس مرات راح أعطيكم خروج شوي مثال، مرات مجتمعات الحشرات فجأة بتختفي أو فجأة من البطل نشوفها. في كثير أسباب لهي الشغلات. واحد طبعا من أهم الأسباب إنه إحنا مندمر ومنغير البيئة الطبيعية للحشرات بشكل بأغلب الأحيان الإنسان هو اللي بيؤدي للتغيير بهاي البيئة. طبعا من الشغلات اللي إحنا منسويها طبعا اليوم كثير منتشرة هي الزراعة المكثفة والأحادية والمونوكلتشر، إنه إحنا بنزرع ملايين الدونمات والهكتارات من أنواع واحدة من النباتات. طبعا هذا بيؤدي لاختفاء كثير من الأنواع الحشرات وبيؤدي لازدياد بأنواع معينة اللي هي عادة إحنا نعتبرها آفات. الانتقال لحياة المدن، طبعا المدن بتيجي على حساب البيئة الطبيعية. إشعاعات، اليوم كثير بنستعمل أجهزة مع إشعاعات إلكترومغناطيسية اللي بتأثر كثير على التواصل بين الحشرات، لأن الحشرات كثير بتستعمل برضو مواد طيارة أو موجات اللي للتواصل بينها. الأجهزة اللي احنا بنستعملها اليوم كثير بتأثر على التواصل أو التكشورة بينها. استعمال المبيدات الحشرية، طبعا الكل بيعرف والكل قديش مواد احنا بنستعمل مواد سامة. استقدام واستيراد أنواع حشرات غير موجودة بالبيئة الطبيعية، طبعا الحشرات بتنتقل من دولة لدولة من قارة لقارة بشكل أساسي بواسطة الإنسان، وهذا بيأثر على المجتمعات المحلية الموجودة من الحشرات. طبعا تغيرات بالمناخ برضو بسبب الإنسان، الإضاءة الاصطناعية برضو بسبب الإنسان، كلها هاي أسباب اللي بتأدي لتغيير بمجتمعات الحشرات أو ازدياد أو نقصان. مثال ثاني اللي بحب أعطيه مثال اللي هو بيقولوله أكتوالي، أو بس من السنة الأخيرة يعني من السنين الأخرانيات، دودة بيقولوا لها دودة الحشد الخريفية، بعرفش ليش سموها بالعربي بهذا الاسم، سبودوبترا فريجوبيردا، برضو هي بتنتمي لمجموعة اللي كثير مهمة بالزراعة. وزي ما شايفين هي كانت موجودة بالأساس بالبرازيل، وهي آفة أو حشرة ضارة كثير للذرة. والذرة اليوم يعتبر المحصول رقم واحد بالعالم بالنسبة لأهميته، طبعاً غير انه مصدر للغذاء، والذره اليوم مصدر للطاقه. اليوم بيستعمل بينتجوا منه الايثانول، والايثانول كثير بيستعملوه في كطاقه للسيارات وللمواصلات ولكثير شغلات. وبالبرازيل كثير ملايين الهكتارات من الزراعه الموجوده في البرازيل هي ذره، والافه هاي كانت موجوده في البرازيل ولاسباب كثير مش معروفه، بس بسبب الانسان طبعا انتقلت الافه من البرازيل للمكسيك ومن هناك للولايات المتحدة. اليوم مش موجودة في كل الولايات المتحدة، بس قاعدة بتفوت شوي شوي للشمال ووصلت لأفريقيا. المشكلة الأكثر أهمية اليوم بأفريقيا، لأن أفريقيا بتعتمد كثير على الذرة كمصدر غذاء، مش للوقود، مصدر غذاء. وقبل بس سنتين ثلاث، يعني السنتين ثلاث أربعة، الحشرة هاي وصلت لهناك، تقريبا اليوم موجودة في كل أفريقيا. ومن أهم الآفات اليوم اللي المزارعين، طبعا الزراعة بأفريقيا مش زي الزراعة بالدول المتقدمة، الزراعة بتعتمد على عائلات صغيرة اللي كل واحد تقريبا بيزرع المساحات اللي هو بحاجة إليها. طبعاً والتعامل مع الآفات هاي وعادة بيعتمدش بالأساس على الطرق اللي إحنا بنستعملها لإبادة الآفات، طبعاً طرق بدائية أكثر. فكثير الوجود هاي الحشرة بأفريقيا اليوم بيهدد تأمين الذرة لكثير لملايين أو مئات ملايين السكان بأفريقيا. وزي ما شايفين برضو الدودة هاي اليوم طلعت من أفريقيا ووصلت ل منطقتنا للبلاد هون، فاتت بس قبل كم من شهر، وإحنا بدينا نشتغل عليها بس قبل كم من شهر، وصلت للصين. والخوف إنه مش تنتقل بس مش تبقى موجودة بالذرة، أنا تنتقل لمحاصيل تانية. هون أنا أعطيت 10 أهم محاصيل موجودة بالعالم: القمح، الرز، البطاطا،
الكسافة اتذكروها أخرى شوي نحكي عنها، الصويا، البطاطا الحلوة، السورغوم، هاي المحاصيل اللي كثير مهمة، وطبعا في منها اللي هاي الدودة بتتغذى عليها، والخوف انه تنقل لبرضو لهاي المحاصيل. زي ما قلت بأفريقيا اليوم لحد 2017 كانت موجودة في كل هاي الدول، اليوم موجودة في كل الدول الأفريقية. هدول الصور أنا صورتهم بالبرازيل، وهاي الذرة اللي شايفينه هون هاي ذرة اللي معدلة جينيا، يعني اللي فوتوا لها جينات اللي بتنتج مواد سامة ضد هاي الحشرة، ومع كل هذا الحشرة هاي تقدر تتغذى على هاي الذرة المعدلة جينيا. يعني حتى يعني النباتات الترانسجينيت أو المعدلة جينيا اليوم تقدرش تتعامل مع هاي الحشرة. والبرازيل اليوم في مشكلة كثير جدية بالنسبة لأنه البرازيل تعتمد على الذرة بشكل أساسي لتسويد الوقود للسيارات، كثير من السيارات هناك تشتغل على الإيثانول اللي بنتجوا من الذرة، واليوم بدوروا على جينات ثانية اللي هي سامة ضد هاي الحشرة، طبعا مش الجينات اللي كانت موجودة لحد هسه. الصين نفس الشيء، الحجرة زي ما قلت وصلت للصين، واليوم بيعرفوا انها بتنتقل للشمال بالفصول الحارة بالصيف وبالربيع، بعدها بترجع للجنوب. طبعا بالصين اليوم بدوا يستعملوا اللي بيقولوا الذرة المعدلة جينيا، اللي بيقولوا لها البي تي كورن، البي تي الباتسيلوس ترونجينسيس، هي البكتيريا اللي منها بياخذوا الجينات وبفوتوها على النباتات مشان يعملوها مشان يعملوا مناعة ضد هاي الحشرات. طبعا هاي الجينات هي بتنتج مواد سامه او توكسينز ضد الحشرات. وزي ما قلت لكم هاي الصور من البرازيل بتورجي انه حتى الذره المعدله جينيا، طبعا بعد ما المواد المبيدات الحشريه ما كثير بتشتغل ضد هاي الحشرات، حتى البي تي كورن اليوم برضو مش كثير بيشتغل ضد هاي الحشره. أنا كثير بشتغل كثير ذكرت ارتفاع بأعداد الحشرات، بس بدي برضو تعرفوا إنه في اليوم كثير بيعملوا استفتاءات لقديش في حشرات موجود بالعالم وشو بيصير بمجتمعات الحشرات، وتعرفوا إنه مش دائما في انفجار بمجتمعات الحشرات. يعني حسب هذا الرسم البياني هون شايفين إنه إنه في مجتمعات اللي هي ستيبل اللي هي ما بتتغير، في مجتمعات حشرات اللي هي قاعدة بتزيد، وفي مجتمعات حشرات اللي قاعدة بتقل، وشايفين إنه أغلب المجتمعات الحشرات قاعدة بتقل. يعني هذا السيرفي، هذا الاستفتاء إن نشروه بساينس، والعنوان كان وين الحشرات بتروح، يعني شو قاعد بصير للحشرات، إنه أغلبها قاعدة بتختفي. فمش دائما في انفجار بمجتمعات الحشرات، برضو في انحسار او في اختفاء للحشرات هاي. وطبعا الاسباب عده، يعني في كثير اسباب. مثلا واحدة من الاختفاء او الاشياء السلبيه اللي قاعده بتصير للحشرات بذبابه النحل، بعرفش اذا سمعتوا عن الكولوني كولابس ديس اوردر، انه النحل قاعد بيختفي ومجتمعات النحل بكثير دول. طبعاً هاي مشكلة عالمية اليوم، بدأت قبل كم سنة إنه مجتمعات النحل زي ما شايفين هون بالصورة إنه قاعدة بتموت وقاعدة بتختفي، فصار كثير نقص بأول شيء تزويد العسل، بس العسل هو مش الإشي المهم زي ما قلت بالأول، إلا تلقيح النباتات هو الإشي المهم بالنسبة لنا. واحدة من الأسباب اللي اليوم بعتقدوا إنه بتأدي لهاي الظاهرة هي وجود عناكب بيقولوا لها فاروا. فاروا هاي عناكب اللي بتطلع على النحلة بتتغذى عليها، وطبعا بتؤدي لموتها. طبعا هاي العناكب مش بس بتتغذى عليها، برضو بتنقل فيروسات للنحلة. فشايفين هون بالرسم البياني كيف 6 عناكب لميت نحلة بالنسبة ل 35 لميت نحلة، كيف الفرق بالعدد النحل اللي موجود. يعني الأسباب هو إنه وجود هاي العناكب ووجود فيروسات ووجود، بس شو الأسباب اللي بتأدي لهاي الظواهر؟ طبعا ذكرت قسم منها قبل، استعمال مبيدات حشرية، استعمال الأجهزة. اليوم بعتقد إنه واحد من الأسباب هي استعمال الأجهزة الإلكترو اللي بتنتج موجات إلكترومغناطيسية. النحل كثير مهم للنحل إنه يتواصل بينه
بهاي الطرق. التغيير بمجتمعات الأعداء الطبيعية، بتعرف أنه في حشرات بتتغذى على حشرات تانية وإحنا بنستعملها اليوم كمبيدات للحشرات، وهاي كادة برضو كثير منها بتختفي طبعا بسبب الأسباب اللي ذكرتها قبل، استعمال المبيدات الحشرية، تغييرات بالمناخ وغيرها. طبعا والزراعة الوحادية المونوكلتشر اللي ذكرتها قبل، تزرع لما اليوم إحنا قاعدين بنزرع ملايين الهكتارات من نفس الصنف نفس النباتات، طبعا أسهل للحشرات اللي هي ضارة أنها تتطور في هاي النباتات من ما إنه يكون تنوع بالنباتات. فالمونوكلتشر اليوم من أحد أهم الأسباب برضو اللي بتأدي لانفجار في المجتمعات، وطبعا تغيير بنمط تطور النباتات الطبيعي. طبعا بعطي مثال هون، استعمال الدفيئات. الدفيئات طبعا بنستعملها لأنه نحمي النباتات هاي. طبعا المونوكلتشر مع الدفيئات برضو هي بالضبط دفيئة برضو إنه حشرات معينة تتطور أكثر هون وتؤدي للمشاكل اللي إحنا بنشوفها مع الحشرات. واحدة من برضو الأمثلة اللي بدي أعطيها، حشرة بيقولوا لها عتة التبغ، هاي حشرة اللي إحنا بنشتغل عليها لأنه تعتبر اليوم من أهم حشرة اللي بتنقل فيروسات بالنباتات. عثة التبغ كلها 1 ملليمتر، يعني أنتوا شايفين هون كديش بتوصل لأعداد هائلة على هون ورقة فاصوليا وهي ورقة ريحان بازيل. بس هاي الحشرة المهم الأهمية تبعتها أنه بتنقل أكثر من 100 فيروس الموجود اليوم بالنباتات، اللي منها كثير يعني مميتة. يعني إذا إحنا من رشش مواد كيماوية أو منستعملش دفيئات إنه نحمي النباتات، هاي الحشرة طبعاً بتعمل كثير مشاكل. هاي بس مثال حقل بطيخ، مثال بطيخ بشمال البلاد هون عنا، وهاي حقل تاني اللي انصاب بفيروسات اللي هاي الحشرة بتنقلها. فشايفين إنه الضرر هو 100%، يعني هون ما مش ممكن نعمل إشي لأنه الفيروس برضو ما نقدرش نعمل إشي معه. فهذا البطيخ هون مثلاً ما بس قلبوا النباتات في التربة. طبعاً البطيخ مش إشي مهم، يعني لما بنحكي عن أهمية أنا قلت إنه الأهمية بمستوى عالمي. فإذا بأفريقيا ما أكلوا بطيخ مش مشكلة، المشكلة إنه الحشرة هاي بتنقل فيروسات كثير مهمة بالكسافة مثلاً. الكسافة اللي قلت لكم عنها قبل إنه خامس أهم محصول اليوم موجود بالعالم. كسافة إحنا بنعرفوش ونتغداش عليه هنا في البلاد، وفي كثير دول مش معروف، الدول المتطورة، بس كسافة بتغدوا عليه مئات ملايين الناس بأفريقيا وبجنوب أمريكا بالصين، ومهم كثير كمصدر كربوهيدرات. زي ما إحنا المصدر عندنا هو عادة القمح والذرة، عندهم الكسافة لأنه النباتات هاي كثير قوية وممكن زراعتها بظروف دول بأفريقيا. طبعا مصدر كربوهيدرات كثير مهم، واللي بيصير هناك إنه برضو بزرعوها زي ما قلت بمساحات صغيرة، كل بيت بزرع اللي بحاجة له. بس المشكلة إنه الكسافة بتنصاب بكثير فيروسات اللي بتنقلها عثة التبغ هاي اللي ذكرتها قبل، وطبعا هذا بيؤدي لمحاصيل، انعدام محاصيل او محاصيل كثير واطية. من هون من اهم المشاكل اليوم اللي موجوده مع الفيروسات النباتيه هي الفيروسات اللي العثه بتنقلها بالكسافه. احنا بالمختبر هون كثير بنشتغل على العلاقه بين الفيروسات والعثه التبغ، هاي الحشره الصغيره، بنحاول نفهم شو العوامل اللي بتؤدي ل انتقال الفيروسات، لأن هاي الفيروسات بتنتقل جوات الحشرة. هاي هون انتو شايفين الجهاز الهضمي للحشرة، وإحنا اليوم نعرف إنه كثير في بروتينات اللي في الحشرة اللي بتساعد هاي الفيروسات إنها تنتقل جواتها. فبنحاول نفهم كيف ممكن نأثر على نقل الفيروسات. هاي اليوم إحنا بنفهم فهمانين كثير كيف هاي الفيروسات بتنتقل، وكيف نطور، كيف ممكن نطور طرق لنمنعها. واحد الشغلات برضو اللي بنعملها انه بنشتغل على طبعا هاي الحشرة نفسها، بس الالوان اللي شايفينها هون برضو هي جراثيم او بكتيريا اللي بتعيش بالحشرة، وإلها دور مهم بنقل هاي الفيروسات. فمنحاول نفهم العلاقات هاي بين البكتيريا الفيروسات والحشرة
بهدف منع نقل الفيروسات. طبعا هذا مش كله ساينس فيكشن، لانه اليوم هاي الشغلات كثير بيستعملوها، يعني قسم من هاي الطرق اللي سمع عن الدينجي فيفر، الفيروس فيروس موجود بكثير دول استوائيه اللي بنقلوا يتوشيم البعوض، بنقلوا الفيروسات بنتقل بواسطه البعوض. اليوم اللي طبعا اكتشفوا علماء انه في بكتيريا اسمها بولباخيا اللي بتعيش بذبابة الفاكهة اللي قلت لكم عنها بالأول، فأخذوا البولباخيا هاي ولقيوا أن البولباخيا بتأثر على نقل الفيروس بواسطة اليتوش هذا. وشايفين هون بالجراف هون أنه إذا بوفوتوا البولباخيا هاي على مجتمعات البعوض خلال فترة قصيرة، كل هاي المجتمعات البولباخيا بتنتقل بين البعوض، وخلال فترة قصيرة كل البعوض هذا بصير جواته بولباخيا اللي بتأثر على نقل الفيروس من بني آدم لبني آدم. فاستعمال البكتيريا هاي اللي هي بكتيريا عادة تكافلية اللي بتعيش بسيمبيوزا مع الحشرات هاي، ممكن إنه نمنع نقل الفيروسات هاي، وهاي هدفنا من الشغل اللي احنا بنشتغله على عثة التبغ والفيروسات اللي بتنقلها والبكتيريا اللي حكيت لكم عنها. دكتورة بس قديش ضايل الوقت لو سمحت؟ سامعيني؟ احنا سامعينك. اه الاصل في اسا دكتور سامعينك. قديش ضايل الوقت بس سألت؟ صراحة لا احنا بنعرف ولا انت بتعرف؟ نعم محلي دكتور مراد، انا بعرف بانه المحاضرة اللي هسا في من 10:30 و5 لحديت 11:05 هيك اشي. اه طيب بكمل معنا اخر شوي. واحد من اللي مثال ثاني اللي حاب أعطيه برضو مثال على مرض اللي برضو موجود اليوم بالحمضيات، وهو مرض أكثر كثير بتعلق بدول متقدمة، موجود في البرازيل، بدأ في البرازيل بعدين انتقل، موجود في الصين وانتقل للولايات المتحدة. اللي مرض اليوم بيأثر على كل صناعة الحمضيات اللي موجودة بالعالم، بيقولوا له سيترس جرينينج. والسيترس جرينينج هذا برضه بتنقله، هو عباره عن بكتيريا اللي بتنقلها حشره، بيقولوا لها بسيله، اللي بتنقلها بين نباتات. اليوم في تقدير انه 100% من الاشجار الحمضيات في فلوريدا، وفلوريدا هي تعتبر اكبر منتج ومصدر لمنتجات الحمضيات، وطبعا هاي الاشجار راح تموت بمرحله او باخرى، واليوم فيش حل لهي المشكله. مئات ملايين الدولارات ومليارات الدولارات حتى بحطوا على في البحث العلمي ليلقوا طبعا حل لهي المشكله. وزي ما قلت المشكله هي عباره عن حشره اللي بتنقل بكتيريا من نباتات مصابه لنباتات غير مصابه. احنا بنشتغل على الجهاز هذا. المرض مش موجود عندنا هون بالبلاد، بس في عندنا مرض كثير شبيه له برضه، بتنقلوا حشره برضه بسيله بس موجود في الجزر. يعني البكتيريا مش نفس البكتيريا بالضبط، بس الطرق طريقه نقل البكتيريا بين نباتات بتشبه. عشان هيك بنشتغل مع مجموعات بحث بالولايات المتحده بالاساس، اللي طبعا هم بهمهم الحمضيات، لانه المرض انتقل من فلوريدا لكاليفورنيا لتكساس تقريبا اليوم كل الولايات اللي الحمضيات مهمه لها. والهدف هو طبعا انه التوصل لحل للمرض هذا. دكتور بروفيسور مراد، 5 دقائق بكفي؟ اه بكفي. طيب شكرا. طبعا مثال ثاني اللي بمر عليه بسرعه، الملاريا. الملاريا طبعا الكل بيسمع عنها، طبعا مش موجوده، انها كانت موجوده انها بفتره معينه، بس
الملاريا بتحصد كل سنة مئات الآلاف من البني آدمين. ملاريا هي عبارة عن بارازيت زي بكتيريا، بارازيت اللي بنقله برضو البعوض من إنسان لإنسان، مش موجودة عندنا بس زي ما شايفين موجودة برضو بكثير دول استوائية. ونفس الفكرة إنه الملاريا هاي بتنتقل بواسطة البعوض، وطريقة طرق النقل عادة بتشبه الطرق اللي ذكرتها قبل. طبعا ضد كل هاي المشاكل اليوم نستعمل مبيدات حشرية اللي هي مبيدات سامة بتضر بالتوازن البيئي. طبعا أهم إشي إنه اليوم ما ضلش مبيدات حشرية اللي هي فعلا ناجعة ضد هاي الحشرات، زي ما شايفين هون بالرسم البياني قديش عدد أنواع الحشرات اللي طورت مناعة. كل في ازدياد بكل سنة في عدد الحشرات اللي بتطور مناعة ضد المبيدات الحشرية. نفس الوقت وتيرة إنتاج مواد جديدة مبيدات حشرية جديدة قليلة جدا، يعني خلال كل 10 سنين تقريبا بتطلع مادة جديدة اللي بتكلف تقريبا 100 مليون دولار حتى يطوروها. بس خلال هاي السنين في كثير ارتفاع بعدد المبيدات الحشريه، عدد الحشرات اللي بتطور مناعه. فاستعمال المبيدات الحشريه طبعا هو مش ناجع اليوم، وزي ما بتعرف انه اغلب المبيدات الحشريه هاي بتروح للبيئه مش للنباتات، فها كثير بياثر على التوازن البيئي. طبعا احنا اليوم تعلمنا كثير كيف نستعمل المواد الكيماويه، مش زي بالسنوات الأربعين والخمسين لما رشوا المواد هاي على الانسان مشان يحلوا مشكله الملاريا مثلا. بس اليوم بضل في كثير دول اللي هي غير متطوره اللي بتقدرش تستعمل المواد الكيماويه، فاليوم في كثير طرق تانية اللي بيفكروا فيها وبيحاولوا يفوتوها لهي الدول اللي هي كلها كمجمل بيقولوا لها انتجريتد بيست مانجمنت، يعني يستعملوا كثير طرق لحتى يتعاملوا مع مشاكل الحشرات دون استخدام المواد الكيماويه اللي هي مش او طبعا ضاره ومش موجوده في كل محل ممكن نستعمله. طبعا في اليوم برضه كثير طرق ثانيه زي البي تي اللي قلت لكم عنه بالاول، نباتات معدله جينيا اللي طبعا اليوم مش مسموح لاستعمالها في كل محل. بجنوب امريكا، في امريكا نفسها، بالصين بيستعملوها، بس في مناطقنا في اوروبا وفي هنا في بلادنا ممنوع استعمالها. فبيستعملوا كثير طرق ثانية، استعمال الفيرومونات مثلا اللي مواد اللي هي مهمة للتواصل بين الحشرات، فبنستعملها لرصد الحشرات نيتور أو بالبول لإرباك الحشرات. طبعا ومواد طرق متقدمة أكثر مثل تعقيم الحشرات مشان نمنع من التطور من جيل لجيل. واليوم في طرق اللي هي متقدمة أكثر اللي برضو بتعتمد على استعمال الأحماض النووية مثلا، إسكات جينات عند الحشرات عن طريق النباتات، وبهيك نقدر نتغلب عليها لما بتتغدى على النباتات اللي بيقولوا لها الRNA interference أو هاشتاكات جيني. اليوم في كثير شركات اللي بتنتج نباتات، بس المشكلة بتضل بترخيص هاي ترخيص استعمال هاي النباتات، فمش بكل محل بالعالم ممكن. احنا بنشتغل على عثة التبغ اللي ذكرتها من قبل، برضو على اسكات او هاشتاكات جينين بالعثة التبغ نفسها. في اليوم حتى نباتات اللي عندها مناعة ضد هاي الحشرة، بس بتضل المشكلة ترخيص استعمالها طبعا. واللي سمع عن الكريسبر اللي اخر طريقة اليوم اللي اخذوا عليها جائزة نوبل السنة اكتشافها، هو طبعا برضو التدخل ب أو إسكات جينات اللي لها علاقة بالضرر اللي بتأدي هاي الحشرات. فكثير يوم طرق اللي هي متقدمة لو ما بتعتمد على المبيدات الحشرية، بس بتضل مشكلة الترخيص والاستعمال. حكى البروفيسور أشرف عن التطعيم اللي هذا بده يجيبه. التطعيم على فكرة هو برضو إدخال RNA لجسمنا، بما انه المشكله معضله اكثر، ف المتوقع انه الاف دي اي يسمح باستعماله. طبعا مش زي الهاشتاكات جينين، بس طبعا بتعلق انه الزراعه اقل اهميه حاليا انه من الكورونا واللي قاعد بيصير. شكرا لكم، وتامل انه نقلت الفكرة عن الحشرات والضرر، بس قديش أهميتها برضو في الطبيعة.
شكراً بروفيسور مراد.